هتسجل. ظاهر عندكم بقى ان المحاضرة تتسجل ولا؟ اه ايوه تمام، تمام ايوه ظاهر. تمام ماشي. احنا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا في الدراسات الأولية لتصميم مشروعات المية، خدنا الدراسات اللي هي الدراسات السكانية، ازاي نحسب عدد السكان في الوقت الحالي وفي المستقبل، وبعد كده خدنا ازاي نحسب التصرفات. يبقى نحسب التصرفات اللي هو استهلاك الفرد، وبعدين نضرب الاستهلاك الفرد في البوبوليشن في عدد السكان، بيديني التصرف اللي انا عاوزه للقرية او المدينة اللي انا هصمم عليه المحطة. النهاردة هنبدأ نتكلم على اول جزء بقى في التصميم، اللي هو الكوليكشن ووركس، اللي هي اعمال التجميع، اللي هي الانتيك. يبقى انا هتكلم النهارده على الانتيك، اللي هو المأخذ اللي هو بيقوم بعملية تجميع المية ونقلها لمحطة المعالجة. يبقى زي ما نعيد برضو، الووتر سبلاي ووركس اللي هي اعمال الامداد بالمياه، بتتكون من 3 حاجات رئيسية. اول حاجة الكوليكشن وورك اللي هي اعمال التجميع، زي ما احنا شايفين تحت كده عندي ترعة او المصدر، بتنقلها الى التريتمنت بلانت او بنسميها بيرفيكيشن ورك، اعمال التنقية. بعد كده بتنقل للمرحلة الثالثة اللي هي الديستريبيوشن ورك، اللي هي شبكات التوزيع، اللي هي المواسير بقى الموجودة في الشوارع والخزانات العلوية والخزانات الارضية. يبقى ده المخطط بتاع مشروع المياه، بيتكون من 3 حاجات: اعمال التجميع واللي هي هنقولها هندرسها النهاردة، اللي هو الانتيك اللي هو المأخذ اللي هو بينقل المية من المصدر لمحطة التنقية. تاني حاجة محطة المعالجة، ودي أو تنقية المية، ودي هنتكلم فيها في المحاضرات القادمة إن شاء الله، وشبكات التوزيع. الكوليكشن وورك فور سيرفيس ووتر، أعمال التجميع لمياه السطحية. يبقى إحنا قلنا إحنا هنتكلم على تجميع المياه السطحية، لأن أو هناخد تصميم برضو محطة التنقية للمياه السطحية. المياه السطحية اللي هي عندنا في مصر اللي هو نهر النيل وروافده. فأنا عندي نهر النيل أو الترع الريحات والكلام ده، يبقى ده المصدر بتاع المية. يبقى كل القصة هنشوف بقى إزاي ننقل المية من المياه السطحية دي، من نهر النيل أو من ترعة أو من رياح إلى محطة تنقية. يبقى الكوليكشن ووركس الأعمال التجميعية بتتكون من إيه؟ الانتيك والانتيك كوندويت، اللي هي الماسوره اللي بتنقل المياه، بنسميها انتيك كوندويت او الماسوره الناقله للمياه. لو بصينا في الرسمه اللي تحت ديت، السهم مكان ما بشيل بالسهم، انا عندي ديت اللي هو الووتر ستريم اللي هي القناه، عندي عشان اسحب المياه بعمل ماسوره اللي هي السمره ديت، اللي هي بنسميها انتيك كوندويت، ماسوره ناقله للمياه او ماسوره الايه المأخذ. لو احنا شايفين عندنا فوق كده قطاع الترع فوق مرسومه اهو، ولا عندي هاي ووتر ليفل لو ووتر ليفل، والبيرم والبيت، ده قطاع للايه للترع. فانا الماسوره هتمشي تحت قطاع الطريق كده، المواسير السمراء عندي 4 مواسير نسميها انتيك كوندويت. يبقى اول حاجه اللي هي ماسوره الناقله للميه، بتنقل الميه توديها فين؟ بتوديها لحاجه اسمها 2 اللي هي رقم اللي هي الصمب، اللي هي بياره التخزين، عشان الطرمبات تبدا تسحب منها وتنقل الميه لمحطه التنقيه. يبقى عندي هنا الصمب اللي احنا اللي هو باللون الاصفر ده، ده الميه بتتنقل من الترعه بواسطه ماسوره الى الصمب اللي هي بياره التخزين. بعد كده عندي لو ليفت بامب، طرمبات الرفع المنخفض. ليه رفع منخفض؟ ده مجرد انها بترفع الميه من ايه من الترعه للمحطه، فبنسميها ترمبات الرفع المنخفض او اللو ليفت بامب، اللي هي باللبني ديت. مثلا هنا 4 ترمبات، الترمبات دي بتسحب من الصمب الميه وتضخها في ماسوره رئيسيه بنسميها هيدر. يبقى ماسوره الهيدر ديت ماسوره تجميعيه لضخ الترمبات، وبعد كده بتمشي في ماسوره بنسميها فورس مين
لحد الايه فيرست ووتر تريتمنت بلانت او الخزان في محطه التنقيه. يبقى الكوليكشن ورك بتتكون من حاجات، ثلاث حاجات اساسيه: الماسوره اللي بتنقل من الترعه لبياره التخزين، وبعد كده بياره التخزين بنخزن فيها الميه عشان الطرمبات تشتغل بكفاءه، وبعد كده عندي مجموعه طرمبات تسحب الميه وتضخها في وسط خط ناقل للمياه الدليفري بايب الى محطه التنقيه. طيب يبقى الانتاج بقى لما نيجي نعرفه هو it's a structure for suction the raw water from the source to the water treatment. هو منشأ لسحب المياه الخام من مصدرها إلى محطة تنقية المياه. يبقى الانتيك أو المأخذ، الانتيك أو المأخذ هو منشأ وظيفته إنه بيسحب المياه وينقلها من المصدر إلى محطة التنقية. طيب انواع الانتيك، في انواع كتير من الانتيك. يبقى التايب اوف انتيك عندي ثلاث انواع رئيسيه. لو قلنا ده قطاع ترع عندي، فالانتيك حسب ما بيسحب من الترع. لو انا عندي اول حاجه اسمه البايب انتيك، البايب انتيك ده بيسحب من اعلى، بيسحب الميه من اعلى الميه، يبقى ماسوره كده بتمشي فوق سطح الميه وبتسحب من سطح الميه، ده بنسميه بايب انتيك. في نوع تاني اسمه شور انتيك، الشور انتيك ده بيسحب الميه من قاع الترعه زي ما شايفين ماسوره كده اللي هي ماشيه، وعندي الشور انتيك دي ماسوره بتسحب من قاع الترعه. بعد كده في ماسوره انتيك بقى اسمه سبمرجد، اللي هو الشور انتيك ده بيسحب ماسوره من الشاطئ، يعني الميه لو الشاطئ ده فيه تلوث فيه زباله فيه اي حاجه يبقى هيبقى صعب وهيبقى عاوزين نبعد عن الشاطئ. طب نختار ايه؟ في نوع ثالث اسمه سبمرجد او المأخذ المغمور، بسحب من منتصف الترعه من اسفل من قاع الترعه بس من نصها، ده اللي اسمه السبمرجد انتيك. يبقى عندي ثلاث انواع وهنقول ازاي نختار ده وده دلوقتي يعني بالتفصيل، بس انا اقول ان عندي ثلاث انواع. اول حاجه البايب انتيك بيسحب الميه من سطح الترعه، الشور انتيك بيسحب من الشاطئ او من جانب الجانب الشاطئي للترعه، والسبمرجد انتيك ده بيسحب من قاع الترعه من اسفل منتصف الترعه. طب انا عندي دلوقتي ثلاث انواع للمأخذ، المأخذ طب ايه انا هختار ده وقت ايه وده وقت ايه؟ يبقى في مجموعه عوامل كده احطها في الاعتبار لما اجي ايه اختار. يبقى اول حاجه الفاكتور افكتنج ذا شويس اوف سيوتبل تايب اوف انتيك، العوامل التي تؤثر على اختيار النوع المناسب من الانتيك. يبقى عندي ثلاث انواع هنبدا برضه نخلصهم لنوعين. يبقى احنا هندرس حاجتين، السبمرجد انتيك هيبقى زي الشور انتيك يعني كتصميم، وهو نفس عوامل اختيار الشور انتيك هي السبمرجد، بس لو الشاطئ ملوث وما اقدرش اعمل باب انتيك يبقى نعمل سبمرجد. طب ايه العوامل بقى اللي انا هختار النوع من الثلاثه؟ يبقى العوامل اللي تاثر على اختيار نوع الانتيك او المأخذ اللي انا هعمله، سواء مأخذ بايب اللي هو مأخذ انبوبه او مأخذ شور شاطئي او سبمرجد اللي هو مغمور. يبقى الفاكتور ديت اول حاجه واحد نافيجيشن اللي هي الملاحه. يبقى عندي لو الترعه ملاحيه او غير ملاحيه، يبقى لو عندي ترعه مثلا صغيره عرضها صغير وفيها ملاحه فيها مراكب وفيها نقل نهري مثلا، او نقل في ترعه فيها وسائل نقل مراكب بتمشي، يبقى ما ينفعش نعمل ماسوره على سطح الترعه فالمركب هو ماشي هيخبط في الماسوره فبالتالي ما ينفعش، يبقى لازم اعمل شور او سبمرج. يبقى اول حاجه حسب احتياجات الملاحه. ثاني حاجه التايب اوف ووتر سورس، يبقى انا نوع المصدر نفسه اذا كان ريفر نهر يبقى النهر ده عريض، لو عملت مأخذ سطحي ما انا مش هعمل ماسوره تدخل نص النهر بعد 20 30 50 متر هعمل ماسوره، لكن النهر عرضه 200 300 متر يبقى الماسوره دي مش هتعيق الملاحه. طب لو عندي قناه، القناه زي ما احنا عارفين عرضها 20 30 متر، لو عملت مأخذ ماسوره فوق سطح الميه وفيها ملاحه يبقى هيعيق الملاحه، ما فيهاش ملاحه يبقى ما فيش مشكله. البحيرات الليك والرصفار والخزانات
ديت برضو بتأثر، لو عندي بحيرة ومنسوبها بيقل مع الوقت يبقى اعمل فيها سبمرجد انتيك. الفلكويشن اوف ووتر ليفل، التغير في منسوب المية، لو انا عندي منسوب المية بيتغير بمناسيب كبيرة يبقى ما ينفعش اعمل مأخذ ماسورة، لان ايه المية هتطلع وتنزل فبالتالي ما ينفعش. تاني حاجة تغير في جودة المية مع العمق، يعني كل مية فوق السطح كويسة لما بنزل تحت بتبقى وحشة، فده برضو من ضمن العوامل. عمق المجرى الووتر ديبس اند البيد وايدز، يعني لو انا عندي الترعة 2 متر ما ينفعش اعمل مأخذ ماسورة من فوق من اعلى، لان على ما اعمله والماسورة تنزل هيبقى نزل للقاع، يبقى لازما العمق. عرض القناة برضه لو عرضها كبير مفيش مشكلة أعمل بايب، لو عرضها صغير يبقى ما أقدرش أعمل بايب ونعمل شور. خمسة دي متكررة اللي هي احتياجات الملاحة. الإفكت أوف ويف أكشن اللي هو تأثير الأمواج، يعني أنا لو بعمل في قناة وفيها تيارات المية ماشية بسرعة كبيرة، في بعض القنوات أو الترعة تلاقي المية ماشية بسرعة، طب المية دي لو عملت مأخذ ماسورة من أعلى عشان اعمل له بعمل له استراكشر يشيله، فمع الوقت ممكن يحصل نحر ويحصل انهيار للمأخذ ده، فبالتالي ما اعملش مأخذ ماسورة. الشور بوليوشن، لو انا عندي الشاطئ ملوث، يعني شط الترع مرمي فيه زبالة، مرمي فيه اي مصدر تلوث، ما ينفعش اعمل شور انتيك اسحب من الشاطئ، يبقى ادور على الطريقة التانية اروح على البايب انتيك. الديستانس اوف ذا سورس فروم ذا ووتر تريتمنت بلانت، المسافة ما بين المصدر ومحطة التنقية، لو أنا عندي محطة التنقية قريبة يبقى مفيش مشكلة نعمل شور انتيك، لكن لو عندي المسافة بعيدة يعني إيه ممكن العوامل اللي بتأثر على اختيار نوع الانتيك. هنيجي بقى لكل نوع ونقول إيه بنختار وقت إيه. برضو الانتيك في مجموعة من العوامل بتأثر على مكانه، يبقى أنا مثلا هعمل انتيك مأخذ على ترعة القصد أو في طنطا أو في مكان معين، طب أعمل انتيك فين؟ يعني إحنا لما نشوف الرسمة اللي تحت ديت عندي مديني مجرى لترعة أو لنهر، طيب هنبص فوق كده هنلاقي في جنب كده مكتوب سكاورينج، في الحتة دي بيحصل نهر، هل ينفع إن أنا أعمل منشأ اللي هو المأخذ في المنطقة دي؟ مع الوقت هيحصل نحر للمنشأ والمنشأ هينهار، طيب يبقى ما ينفعش. هنيجي يعني مثلا في النقطة التانية اللي هنا مكتوب سيلتنج، المنطقة دي بيحصل عندها ايه؟ ان الاتجاه مرور المية بيحصل اطماء، فبالتالي لو في انتاج معمول هنا يبقى الطمي والكلي هيعمل هيسد الايه؟ الماسوره او المأخذ بتاعي. طيب يبقى المفروض ان انا اول حاجه نعمله في منطقه ما يكونش فيها سكاورنج او سيلتنج، يبقى على استريت بارت على جزء مستقيم من الترع، زي الجزء اللي هو ده اللي تحت ده اللي معمول عليه علامه صح، يبقى جزء مستقيم ما بيحصلش فيه نحر او ترسيب، يبقى اللي هو رقم 3 it has to be located at straight segment، يجب ان يقع على خط مستقيم من الترعه او المجرى المائي عشان نتحاشى السكاورنج والسيلتنج، يبقى دي رقم 3. طب اول حاجه لو انا عندي مدينه زي اللي انا شايفها تحت، طب اعمل الانتيك قبلها ولا بعدها؟ لو انا عملت الانتيك بعد المدينة يبقى كل التلوث اللي هو موجود من المدينة، يعني انت عارفين ان احنا هنا الثقافة بتاعتنا والاستخدامات الناس اي حاجة بترميها في الترع في النهر، يبقى لو عندي مدينة مثلا وجيت عملت يبقى التلوث بتاع المدينة هيروح للانتيك ده انا عاوزه، يعني فبالتالي هيبقى في حمل على محطة التنقية، يبقى الافضل نعمله upstream يعني في قبل المدينة، يبقى it has to be constructed upstream the city to prevent direct pollution، نعمله upstream قبل المدينة عشان نتفادى التلوث المباشر. الانتيك له حرم، يبقى لما بنعمل مأخذ بنعمل له حرم ما بيتمش فيه اي منشآت قبله او بعده، طب قبله برو هابيتد او منطقة غير مستخدمة او restricted area
منطقة محرمة 150 متر أبستريم، يبقى قبل الإنتاج لازم ما يتمش عمل أي إنشاءات على الترعة لمسافة 150 متر. وبعد الإنتاج في برضه حرم له 50 متر برضه عشان ما فيش تلوث يوصل، يبقى بنعمل حرم للإنتاج اللي هي بروهابيتد أو منطقة ممنوع استخدامها أو ريستريكتد إيريا 150 متر قبل الانتيك و 50 متر بعد. في مشكلة في الصوت أو في الشاشة لو حد سمعني؟ لا تمام يا دكتور. ماشي، يعني انتوا تابعوا معايا لو في مشكلة حد. يبقى ديت العوامل اللي بتأثر على اختيار مكان الانتيك. ايوه احنا اتكلمنا حضرتك يا دكتور فتح من حاجتين اتنين مع بعض. تقريبا انا هقفل التاني، انا فاتح جاهزين. تمام كده ماشي، انا كده قفلت الجهاز التاني. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على حاجتين، العوامل اللي بتأثر على نوع اختيار نوع الانتاج، والعوامل اللي بتأثر على اختيار مكان الانتاج. طب ايه الانتاجات بقى او انواع الانتاج الموجوده؟ اول حاجه دي الشور انتاج. الشور انتاج عشان برضو نفهم ونقول بنختاره فين، هنشوف الرسمه بتاعته، الرسمه اللي هي موجوده تحت. لو قلنا ده الشمال ده المجرى المائي، بنعمل منشأ كده للانتاج زي الترع والصحارات والكلام ده قريب من الراي. عندي هنا الانتاج ده في ماسورتين زي ما احنا شايفين تحت. الصوره اللي تحت اللي هي الهاف ايرث ريموف اللي هي شلنا التراب من عليها، والماسوره اللي جنبها. طيب الانتاج ده عباره عن ادي المأخذ الترع، بنروح جايين كده عاملين حته في البرم اللي هي الجزء الصندوق ده اللي هو ده، ونروح قاطعينها وعاملين حواليها حائط اباطمنت بيحيط بيها وينج وولز حوالين المنطقه بتاع المأخذ. نعمل في النص اباطمنت بين كل ماسوره والتانيه، يبقى حائط ما بين كل ماسوره والتانيه. ادي اول ماسوره اهي، هنمشي الماسوره اهي لما نبص فوق. ادي المجرى، قاع المجرى، المايه ماشيه، بنروح عاملين وير هدار عشان ما يدخلش بقى رواسب من قاع الترع. الهدار ده ارتفاعه من نص متر لواحد متر عشان ايه؟ الرواسب ما تدخلش الماسور، يبقى ما يسحبش من القاع على طول. يبقى عملنا وير قبل الماسوره عشان تمنع ان اي رواسب موجوده في قاع الترعه تدخل للانتاج. تاني حاجه رحنا عاملين سكرين اللي هي مايله ديت، سكرين مكتوب عليها سكرين. السكرين دي وظيفتها انها لو في قبض علقه في الميه، في خشب، خيش، او اي حاجه، لا حاجه بتحجزها ما تدخلش للطرمبات وتعمل فيها مشكله. يبقى ادي سكرين ووير عشان يمنعوا دخول المواد العالقه والمواد اللاصقه. هندخل هنا على الجزء الماسوره هنا، ادي بقى الماسوره، هتدخل الماسوره تنقل بقى الناحيه الثانيه من الطريق للصمب. يبقى الصمب موجود اللي هو موجود في الناحيه الثانيه من الطريق. بعد كده هنبص نلاقي ان انا عندي البامب اللي هي السكشن بايب اللي فيها البامب اللي بايه تسحب الميه وتضخها لمحطه التنقية. يبقى ده الشور انتيك، دي الرسمه بتاعته، عبارة عن ماسورة بتسحب من قاع الترعة. وعشان أنا بسحب من قاع الترعة فبعمل وير عشان ما اسحبش الرواسب من قاع الترعة. طب الترعة فيها مواد طافية، نعمل سكرين عشان تمنع المواد الطافية دي تدخل المحط. طيب بنستخدم بقى الشور انتيك فين؟ It's used in narrow، بيستخدم في القنوات اللي هي narrow اللي هي الضيقة اللي عرضها ضيق، النافيجال ووتر ستريم، القنوات اللي فيها ملاحه. يبقى لو في قنوات فيها ملاحه وعرضها قليل يبقى بنعملها شور عشان ان انا اعيق حركه الملاحه واعملها بايب.
وبنستخدمه برضو لو كان الشور is not polluted، يعني إذا كان الشاطئ غير ملوث. طيب العوامل بقى ديت لخصناها في كذا نقط. أول حاجة نار ونافيجال كنال في المجاري الملاحية الضيقة، أدي أول اختيار، يبقى على طول شور انتيك. لو قلنا بوايد قد إيه؟ اكتبها عندك، يبقى اللي هو أقل من 50 متر. يبقى لو عندي مجرى الترعة أو المجرى المائي عرضه أقل من 50 متر نعمله شور انتيك على طول، عشان ما ينفعش أعمل فيه بايب انتيك، لأن لو عملت فيه بايب انتيك هيعيق عملية الإيه؟ الملاحة. لو فيه ملاحة، ما فيهوش ملاحة يبقى ما عنديش أي مشكلة. تاني حاجة بيستخدم في التصرفات الكبيرة. يبقى أنا لو بعمل محطة تنقية لمدينة كبيرة زي طنطا، المحطة دي تصرفها كبير، الأفضل إن أنا أعمل شور إنتيك، لأن هو ده أحسن لنقل التصرفات الكبيرة. No any pollution in shore، يبقى مفيش أي تلوث على الشاطئ. يبقى الشاطئ أنا قلنا أدي شط الترعة أهو مكتوب كلمة جيت وعندي الميلة، فأنا لو الشاطئ ده عليه تلوث هيدخل إنتاج، يبقى مفيش تلوث على الشاطئ. وبيستخدم برضو لما تكون محطة التنقية اللي هي التريتمنت بلانت از ريلاتيفلي نير ذا سورس، قريبة نسبيا من المصدر، يبقى ده إيه؟ الشور انتيك مكوناته وبنستخدمه وقت ايه. عموما بنستخدمه لو كانت الترعه اقل من 50 وملاحيه. طيب دي رسمه ثانيه، انا هنزل لكم الجزء بتاع الباوربوينت ده، نزلت لكم الكلام ده بي دي اف، وهنزل لكم الباوربوينت برضو البي دي اف بتاعه اخر المحاضره. الشور انتيك ادي هاي ووتر ليفل لود، ادي الماسورتين بتودي على الصمب، الصمب عمق المايه فيه دي، بعد كده بنروح على البامب هاوس اللي هي غرفه الترمبات اللي هي بتسحب المايه بواسطه ماسوره سحب اللي هي السكشن للترمبه، وبعدين تضخها في ماسوره ضخ للترمبه. الماسوره دي بترمي في ماسوره اللي هي الهيدر اللي احنا اتكلمنا عليها اللي بيجمع الترمبات، وبعد كده بتروح على الفورس مين. يبقى ده شكل. طب بتروح على الفورس مين بين لحد ايه؟ اول خزانه اهو موجود اللي هو فوق ده على اليمين اللي هو الميكسنج تانك، اول خزان في محطه التنقيه. يبقى بينقل البامب، بتنقل الميه من الانتيك في خط الفورس مين لحد اول خزان في محطه التنقيه. هنيجي بعد كده على البايب. بعد اذنك يا دكتور. ايوه. هي الرسمه اللي تحت ديت هي تفصيله البامب هاوس؟ اللي هي الرسمه ديت تفصيله الترمبات. تمام. ثلاث ترمبات، كل ترمبه لها ماسوره على الصمب، وبعد كده كل ترمبه بيخرج منها ماسوره ضخ بتجمع في الماسوره الرئيسيه، ماسوره التجميع الرئيسيه اللي بنسميها الهيدر. ماسورة التجميع ديت بتبدأ تنقل على ماسورة واحدة اللي هي الفورس مين اللي هو الماسورة الناقلة للمية اللي هي الدليفري بايب، اللي بتنقل بقى من الانتيك لحد ايه؟ محطة التنقية اللي هي الميكسنج، أول خزان اللي هو الميكسنج انتيك اللي هو مأخذ الماسورة. ده بيستخدم فين بقى؟ هنشوف الرسمة بتاعته. دي رسمة للبايب انتيك. هنبص نلاقي ان على اليمين ده المجرى المائي، مجرى مائي كبير طبعا زي نهر النيل عندنا كده. يبقى عباره عن ادي الماسوره اهي، عندي هنا ماسوره اهي ماشيه، الماسوره ديت ماشيه عملنا لها منشا استراكشر يشيلها. يبقى الماسوره هتمشي داخل المجرى المائي حوالي مثلا 50 متر، ماسوره قطرها متر او 80 سنتي 800 مللي 600 مللي، تخيل وزنها يبقى كام طن. فلازما نشيلها على منشأ، بنعمل لها زي كوبري يشيل الايه الماسوره دي لحد ما يدخلها المسافه اللي انا عاوزها داخل المجرى المائي، وبعد كده بتبقى ماشيه فوق سطح الميه، فوق المنشأ اهو، هتروح الماسوره نازله تحت سطح الميه. بيبقى عندي ادي الهاي ووتر ليفل واللو ووتر ليفل. احسن ميه بتبقى القريبه من السطح،
يبقى كل ما سحبنا قرب السطح بتكون اجود ميه ما فيش فيها تلوث. فبنعمل الماسوره ديت بنعمل فيها مأخذين، بنعمل فيها انها ممكن تسحب لو الميه، لو مثلا نهر النيل زي ما انتم عارفين ان انا عندي منسوب عالي ومنسوب منخفض، وقت الفيضان وفي الصيف وفي الاماكن اللي لما بيبقى فيه منسوب مرتفع بنسحب من الماسوره اللي هي العاليه. لو في وقت الشتاء بقى والسده الشتويه والكلام ده والميه منسوبها قليل بنسحب من المنسوب الاقل. طب الميه دي بتسحب وتودي الميه فين؟ هنمشي كده هتوصل للبامب هاوس اللي هو اللو ليفت بامب. هنبص لتحت هنلاقي التفصيله بتاع الطرمبات. انا هنا مثلا عندي واحد اتنين تحت، هنبص كده ثلاثه اربع مواسير سحب اهم ماشيين لحد ما يوصلوا المبنى اللي هو على الشمال ده. هنبص في البلان تحت اللي هو مبنى الطرمبات، في كام طرمبه؟ ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس ست طرمبات. الست طرمبات دول بيسحبوا من ايه؟ من المواسير. طب الطرمبات دي هتسحب من اربع مواسير ازاي؟ بنعمل قبلها اللي هو قبل المبنى ده في ماسوره اهي فوق باينه تحت، فوق دائريه اهي تحت الحائط وتحت باينه اهي اللي هي ماسوره التجميع، بتجمع من مواسير السحب، الطرمبات تسحب منها كلها وبعد كده تضخ في تاني في مين هيدر تاني اللي هو اللي تحت خالص ده اللي هو هنلاقيه برضو الدائريه اللي هي الواطيه اللي تحت منسوب الطرمبه فوق دي، دي المين هيدر الطرمبات تضخ فيه بحيث ان ممكن طرمبه تشتغل اثنين وهكذا. يبقى البايب انتيك عباره عن ماسوره بتسحب من فوق سطح الميه. طب الماسوره دي عشان اشيلها بعمل لها استراكشر يشيلها، ما فيش عندي هنا بياره عشان بس الناس بتغلط في الموضوع ده. الماسوره هنا الطرمبه واصله بالماسوره على طول بتسحب من الميه على طول، يبقى مش محتاج ان انا اخد الميه اعمل لها صمب لان انا الماسوره دلوقتي منسوبه اعلى ما ينفعش اعمل صمب، فالطرمبه بتسحب من الميه على طول وتضخ في الخط اللي هو الناقل الفورس مين للمحطه. البايب انتيك في ماسوره سحب وماسوره ضخ والطرمبه. دي رسمه ثانيه يعني اوضح سنة، نفس الرسمه بس يمكن اوضح. انا عموما الكلام ده هينزل لكم وهيبقى عندك امكانيه تكبر او تصغر الرسمه وتعرف التفاصيل. هنيجي يعني بعد كده هنرجع برضو هنشوف طب بنختار البايب انتيك وقت ايه. It's used for wide، بيستخدم للقنوات العريضه النافجه اللي هي الملاحيه ووتر ستريم اند ذا شور از بليوتد، لو كان عندي الشط ملوث. يبقى البايب انتيك بيستخدم في القنوات العريضه الملاحيه اللي الشاطئ لو في تلوث الشاطئ يفضل استخدم البايب لان انا بسحب بعيد عن الشاطئ. برضو هنجمع العوامل ديت زي فاكتور هاوتش فيفور ذا شويز اوف بايب انتيك، العوامل اللي بتفضل عندها استخدام او اختيار البايب انتيك. اول حاجه الوايت كانال، قنوات المجال الملاحيه الواسعه لو كان هناك تلوث الشور بليوشن ريلاتيف لو شارج. هنا البايب انتيك يعني بيستخدم في التصرفات الصغيره نسبيا. لو كانت عندي محطه التنقيه بعيده يبقى يفضل ان انا استخدم البايب انتيك. النارو ونان نافيج الكنال، لو عندي قنوات عرضها قليل يعني قلنا الشور لو اقل من 50 لو ملاحيه ما ينفعش بايب، لو وهي مش ملاحيه ممكن اعملها ايه؟ بايب انتيك. طول الماسوره يعني البايب انتيك ده من احسن افضل الطرق لتجميع المياه لانه بيجمع الميه السطحيه فبتبقى جوده الميه احسن، وتكون طول الماسوره بتاعته اللي هي بتاع السحب شامله بقى الجزء اللي في الترعه او في النهر لحد 100 ل 200 متر. هنيجي بعد كده على السبمرجد انتيك والمأخذ المغمور. هنبص في الرسمة اللي احنا شايفينها قدامنا ديت، انا عندي ادي القطاع بتاع الترعة، ممكن تكون ديت بحيرة خزان فبالتالي منسوب المية بيقل مع الوقت، فالافضل ان اروح اعمل ايه سبمرجد كده في القاع، اروح اعمل منشأ ادي بروح جاي ادي الماسوره تسحب واروح اعمل حواليها جزء خرساني وفوقه مصفى سكرين عشان ما فيش اي عوالق تدخل ونسحب ونودي على صمب، ومن الصمب بتبقى فيه ترمبات زي الشور انتيك والضخم.